اهلا بحضراتكم مره تانية وتاني فقرتنا الحواريه في عسل ابيض، فقره بقى الجمال والاناقه. معانا ضيفه الحقيقه هي كوكتيل مواهب، مش مجرد ان هي موديل ولا ملكه جمال بس، لا كمان هي شاركت في مسابقات كتير جدا وفازت بالقاب كتيره جدا، كان اخرها لقب مس ميرميد انترناشونال ايجيبت. طبعا خلوني ارحب بضيفتي العزيزه اسراء البليسي. اهلا بيكي يا اسراء. يعني زي ما انا قلت كده في البدايه، انت ما شاء الله عليكي كوكتيل من المواهب. طيب انت كانت بدايتك موديل، تمام، واحكي لي بقى من الموديل ازاي التحول ده جه فجاه. هو من 6 سنين، انا اصلا من وانا صغيره يعني الموضوع بحبه، يعني انا كنت عايزه اكون كده. فمن 6 سنين تقريبا يعني عملت فوتوشوت وقدمت في كذا شركة ان انا يحصل كده وتمام يعني. واتقبلتي و... اوكي. طيب يعني ايه الفرق بين يعني ما بين كل موديل والتانية؟ يعني في المسابقات مثلا بنلاقي ناس كتير جدا متقدمين بس بيتم الاختيار كذا، يعني حد معين، ليه؟ يعني على اساس ايه بيتم الاختيار ده؟ هو على حسب يعني هي هتكون موديل لايه. في موديل ميك اب، في هدوم، في من الهدوم دي سواريهات، في كاجوال، في يعني كده. فعلى حسب كل يعني كل موديل رايحه فين. تمام، ده اللي بيفرق كل موديل عن التانية حسب يعني البرودكت اللي هم بيعلنوا بالظبط، والمهم ان هي تكون موجوده في المكان الصح بتاعها. أوكي. يعني طيب لو هنيجي نتكلم عن مس ميرميد ايجيبت، اوكي، ايه بقى، احكي لي عن المسابقه دي. هي مسابقه الاول يعني اول حاجه فيها هي سباحه. سباحه؟ سباحه. هي يعني كانت شرم الشيخ، صح؟ تمام. هي سباحه وفي نفس الوقت حاجات تانية، يعني مش سباحه بس. ايوه، بيتم الاختيار بقى في المسابقه دي تحديدا على اساس ايه؟ العوم بقى طبعا، اكيد ادم هي سباحه. العوم، تمام. وطبعا بقى الشكل والجسم والحاجات دي برضو. بس هي يعني هما ما كانوش مهتمين قوي بالمواضيع دي اكتر من العوم يعني. طب كان كام حد متقدم للمسابقه دي؟ هي المسابقه فيها 40 دوله. اوكي. مصر هي الوحيده، الدوله العربيه اللي شاركت في المسابقه دي. وكل سنه تقريبا هي مصر هي الوحيده اللي بتشارك في المسابقه دي. بس بقيه الدول كلها بقى اوروبيه وكده. وانتوا اللي تم الاختيار عليكي طبعا. تمام. طب الكواليس بقى، يعني كواليس المسابقه ده ايه؟ الصوره دي احنا الاول نتكلم عن الصور. ده كان فوتوشوت. انا بحب ده كان قبل الفراعنه. كان قبل الكلام ده، يعني ملوش علاقه بال ده. الكاستيوم بتاعي في الفاينل. اوكي. كان في توتر طبعا، اكيد 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 صح؟ يعني. طب ايه الكواليس بقى؟ يعني كنتوا بتقعدوا تتكلموا مع بعض مثلا انت وبقيه المتسابقات، ولا كنتوا ايه بقى، في غيره لا 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 لا، انا ما شفتش الكلام ده خالص، مع ان الكلام ده موجود طبعا، بس انا ما شفتوش منهم خالص. يعني كانوا كلهم بيتعاملوا بطريقه كويسه جدا، كان في عدل قوي في كل حاجه. يعني كنت متوقعه ان انت اللي تفوزي باللقب ده؟ لقب من مصر ولا انترناشونال؟ لا، من مصر. من مصر. شايفه ان انت كنت لا احق واحده ان انت تفوزي. ومن بره يعني كنت بتمناها قوي. يعني انا بحب اصلا الكاركتر بتاع الميرميد اساسا يعني. كان في صوره اصلا هنا كانت شكلك حلو قوي فعلا. ميرميد. تمام. طيب دايما بنشوف في مسابقات ملكات الجمال، يعني زي ما انت قلتي، مش بيعتمد بس على الشكل، بيعتمد على حاجات تانية. أكيد. الشكل طبعاً. واللغه والثقافه والتعليم. تمام. برضو المسابقه دي كده ولا لا؟ لا، كانت كده. يعني في معلومات عامه بتتسالوا فيها؟ اكيد طبعا. كان في معلومات عامه بس كانت تركيزهم كان كله على السباحه. السباحه. طيب دايما الواحد لما بيبقى مثلا، انت بتقولي بتحبي الموضوع ده من زمان، فبتحبي الكاميرات والاكيد الشهره والاضواء. ناويه تدخلي تكملي بس في مجال تاني مثلا زي التمثيل ولا لا؟ مش ناويه. انت اصلا زي القمر. ميرسي. بتعملي اي حاجه. ميرسي. ايه لا ان شاء الله. حاجه معروضه عليكي مثلا ولا هو لسه؟ لان يعني انا ما خدتش في الحاجه دي دان، فما مش عايزه اتكلم فيها، بس ان شاء الله يعني على رمضان. على رمضان. خدتي كورسات مثلا تمثيل لسه كده ولا لسه؟ لسه. مين وانت داخله المسابقه دي كان اكتر حد سبورت ليكي؟ كان حد بيدعمك بيقول لك لا روحي، وكان واقف في ظهرك فعلا؟ اهلي كلهم.
هما دايما بيشجعوني في كل حاجه يعني، خصوصا اخويا الكبير يعني. اخوك الكبير. مع اني عايزه اقول لك حاجه، ان دايما الاخوات الولاد بيبقوا ضد اي حاجه من الحاجات دي، يقول لك لا 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 ما تروحيش مش عارفه مسابقات ايه، ما تسافريش بره. صح كده؟ لا بس انا عندي تفكير يعني، العيله عندي مختلف تماما يعني، هما بيحبوا الفاشون. كمان الشاعر محسن الجليسي. تمام كده، نوجه له كل تحيه طبعا. ميرسي. فهو يمكن عشان في المجال ده ففاهم يعني. بالظبط كده. وماما كمان يعني اكتر منه بكتير كانت بتشجعني برضو، عايزه تشوفني في كذا حاجه بقى بعد كده يعني، قالت لي ما تقفيش عند كده، لا كملي. انتوا متهيألي العيلة عندكم كلها بتحب أيوة. يعني عيلة محبة فعلا للفن والأدب أيوة. والثقافة وكل الحاجات فعلا دي. لا يعني أكيد انت يعني أنا متأكدة هتدخلي مجال التمثيل هتكسري إن شاء الله الدنيا إن شاء الله. طيب مسابقات ملكات الجمال عموما شايفة إن هي في مصر واخدة حقها ولا لا، محتاجة إن احنا لا يعني لا نسترس عليها شوية؟ والله هي ابتدت تاخد حقها يعني، وخصوصا من 2016. اوكي. وكمان مش المسابقات المحليه هي اللي ابتدت تاخد حقها، لا المسابقات اللي هي الدوليه اللي بتتعمل، مثلا ان انا مثلا اترشح عشان خاطر امثل مصر في ميس يونيفرس، ميس وورلد، ميس اوكي يعني، دي دي ابتدت تاخد حقها وابتدى التركيز يجي عليها فعلا، وده يمكن اللي شجعني اصلا ان انا ادخل ميس مرميد. هو انت اصلا مين اللي رشحك للمسابقه دي؟ دكتوره امال رزق. دكتور امال رزق. هي اللي كلمتك شافت فيكي ايه يعني، ايه الحاجه اللي هي اكتر حاجه كانت شايفاها فيكي فكانت متحمسه جدا ان انت لازم تيجي وتقدمي؟ السباحه طبعا اكيد. السباحه دي حاجه اولانيه يعني، بس شافت فيا اصراري ان انا عايزه اعمل الحاجه دي، او انا حابه اعمل الحاجه دي فهعملها كويس. طب قولي لي المسابقه دي بتقعدوا انتوا، كان في اكيد كامب مثلا بتقعدوا فيه معمول في شرم الشيخ مثلا؟ لا هو كان اوتيل. اوتيل كان ريد سي هوتيلز. اوكي. هي اللي كانت مسؤوله يعني. قعدتوا بقى قد ايه مع بعض يعني؟ 15 يوم. 15 يوم. التحضيرات كنت يعني ال 15 يوم دول بيحصل فيهم ايه؟ ال 15 يوم دول في يعني مثلا يوم ويوم مسابقات سباحه. وكنا بنخرج وكنا يعني بنعمل كل حاجه كويسه يعني، ما كانش الموضوع بس سباحه يعني. كان مثلا يكون عندنا فوتوشوت اندر ووتر، فوتوشوت مثلا في كل حته يعني، كنا بنعمل. وكان مثلا بيبقى لكم مثلا زي ما بنقول نظام غذائي معين، تاكلوا كذا وما تاكلوش كذا ولا لا؟ هو كان في اكل معين كان بيوصل لنا بس غيره ما ينفعش ناكل منه. ليه بقى؟ يعني علشان لازم يكون في نظام معين في الاكل. اوكي. عشان نعرف نصحى بدري يعني، كنا بنصحى 6 الصبح. 6 الصبح؟ 6 الصبح يوميا. ايوه. بس خلي بالك الاجانب بالنسبه لهم احنا طبعا مش متعودين على ده. بالظبط كده. هم متعودين يصحوا الساعه 6 أيوة. ويفطروا ويقعدوا على البول ياخدوا الكان بتاعهم يعني، هم حياتهم كلها الموضوع كان طبيعي. يعني حتى في الجو اللي كان ساقعه. لا الموضوع كان طبيعي معاهم جدا يعني. طيب اكتر المواقف الصعبه اللي وانت في المسابقه ما كنتيش متخيله خالص ان انت هتتعرضي لها بس اتعرضت لها، وتصرفتي طبعا فيها ازاي يعني؟ اكتر المواقف الصعبه ان كان تقريبا درجه الحراره كانت 14 او 15 تلج. والمفروض ان انا انزل اعمل فوتوشوت اندر ووتر. وعادي وصورتي وما كانش في اي مشاكل خالص؟ هعمل ايه؟ يعني اعمل ايه؟ بالظبط كده. بس يعني كان بس هي الكاتب. لكن مع علاقة المشكلة ما كانش في أي مواقف تعرضت لها صعبة، ما سؤال مثلا سألوه لك ما كنتش عارفة تجاوبي حاجة من الحاجات دي؟ لا 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 بالعكس كانوا متفاهمين جدا، ويعني أي حد عنده مشكلة بيحاولوا إن هم يحلوها له. لجنة التحكيم كانوا مش كلهم طبعا أكيد مصريين. بصي هي المسابقة أصلا المسابقة ألمانية. أوكي. فلجنة التحكيم كلها كانت ألمان. ما كانش في لجنة تحكيم حد من المصريين؟ كان دكتور أمال كانت موجودة برضو. أوكي. هي المصرية الوحيدة. آخر حاجة بقى، نفسك في إيه؟ إيه الحاجة اللي فعلا نفسك تعمليها؟ نفسي أوصل لحاجة كويسة في الفاشن. أنا مبدئيا بعرف أرسم. وكنت اصلا وانا صغيره كنت بقعد ارسم دريسات كده واصمم، فالموضوع اصلا يعني في دماغي. عايزه تبقي فاشن ديزاينر يعني.
طيب بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله. يا اسراء، واكيد هتكوني برضو معانا هنا في عسل ابيض. بشكرك شكرا جزيلا اسراء البليسي، ملكه الجمال او ميس ميرميد انترناشونال ايجيبت. بشكرك يا اسراء. شكرا. طيب بصوا بقى، خلينا نبقى متفقين على حاجه. احنا هنروح لفاصل خلاص، وبعد الفاصل هنرجع. عارفين كان لما بنقعد نهرج كده مع حد او نلعب معاه، حد كبير كان يقول له يلا يلا روح العب مع الاسد. انا بقى رايح العب مع الاسد. هنروح فاصل واستنوا عشان الاسد هيكون هنا في الاستوديو عسل ابيض. استنونا بعد الفاصل.